التحية لكم مشاهدي قناة شوف تي في من قلب سوق سبيت الأسبوعي الشهير من ضواحي مدينة الدار البيضاء. اليوم جينا نبشروا المواطنين بواحد البشرة، ماشي أنا اللي غنقولها ولكن غنقولها خونا زهير من عند أشهر جزار في منطقة سبيت. زهير معروف عليه النزاهة والمصداقية، زهير اللي كاتب الثمن بطبيعة الحال. هاد السيد هذا بشهادة الجميع أنه ما فيش الغش وما فيش القوالب. تنعرفوا أن كاين بعض، ماشي كل شيء، بعض الجزار الله يسمح ليهم فيهم القوالب، كيوريك طرف وكيعطيك طرف اخر، ولكن زهير خونا ما فيهش هذه اللعبه. هذا السلام عليكم اخويا زهير. ورحمه الله. كي داير؟ الحمد لله. كي داير اختي فاطمه الزهره؟ لاباس عليك، راك عزيزه وغاليه. الله يكبر. الله شاهد. الحمد لله. زهير نعم. بشر المغاربه بان الاثمنه فاتت كتنزل. اليوم حاليا تقدينا احنا من البطوار من هنا في السبت كيعمر، الجمعه البارح كيعمر، الثمن اللي كان ما بقاش، بدا الثمن كينخفض، كان يتقى من اللحم 90 درهم 80 درهم، اليوم كاينه 70 75. الحمد لله بدات السما كينقص، وحنا الطريفه معلقينا كنبيعو ب 75 درهم. باش حنا اللجنه جات على غزه. ها شتي كلشي بعينك. كيقلبوا على الاثمنه. داكشي كيقول لك كيدايره زهير، كلشي كيقول لك كيدايره زهير، سمعتي كلشي. قلنا الكل ما نجيو عندك. الحمد لله. واخا قلنا الاثمنه البقري فين وصل؟ البقري 75 درهم دابا في السوق حاليا. حنا كنذبحوا راسنا، كنشريو بهما كنذبحوا راسنا. ماشي كنشريو اللحم من البطوار عاد كنجيبو نعاودو فيه البيع، ولا كنشريو راسنا البهيمة كنذبحوها، كيتقى من اللحم ثمن زوين. طريقة إسلامية قانونية، كاين الإمام كيذبح، كاين طبيب، كاين طبيب ضروري، ما كانش الطبيب ما كاين حتى حاجة. طابع كيقلب البهيمة واش صحيحة واش مريضة، كانت مريضة كيقطع عليها، كيعطيك ورقة ديال السيزي بأن راه قطع عليها البهيمة ما خداماش. يعني كاينة مراقبة صارمة. مراقبة صارمة في السوق كاينة ضروري. شتي دابا تيجي على غفلة، شتي اللجنة جات هنايا شوفوا الجودة، كيشوفوا الثمن، كيشوفوا كل شيء. عندك شي اللي كنا كنسمعوا شحال هذه ديال القوالب؟ لا لا ما كاينش. الناس عاقت، كل شيء ولا كيعرف اللحم. تحط اللحم قدامك كيعرفوا الراجل واش مزيان ولا ما مزيانش. ما بقاش داك الشيء اللي شحال هذيك بزاف، يوريك طرف ويعطيك طرف. لا ما بقاش داك الشيء. كان الجهل بكري. دابا الناس وعات، الناس قاريه وواعيه كيعرفوا اللحم راه باين. الطرف هذا كيقولوا لي السدريه، كيعرفوا اللحم راه سميتو السدريه. لا وانت تبارك الله ما غاتبانش خسر الزبائن ديالك. لا واش دابا جيتي على غفله. السيد قدا عندك يجي نيشان، كيتقدا عندك ياخذ هذاك الزبون. اللي يجي عندك هذه السيمانه ولا يبقى يجي عندك السيمانه الاخرى ولا يبقى يجي؟ الله يرحم الوالدين. الزبون كيولي بحال العائله صافي، كيجي نيشان عندك عارف الطرف اللي كيبغي الزبون كتعطيه ليه. واخا بالنسبه قلنا البكري 1500 1200 والغنمي شحال؟ هذيك السيمانه كنا كنبيعوا ب 80 درهم كانت السلعه. لا البكري دابا 15. اليوم ناقص علينا الثمن في الرحبه، حنا نحيدنا 100. والغنمي الغنمي غاليه شحال داير؟ 80 درهم. ولكن هذيك السيمانه شحال كانت؟ 90 درهم باش بعتها، وبعت الكوطليط 100 درهم هذيك السيمانه. وهذه السيمانه شحال؟ هذه السيمانه دابا 80 درهم. 80 درهم؟ آه. كوطليط كلشي. كلشي اللي بغيتي. شفتي الغنمي ولا؟ لا ما شريتهاش. لا. تمشي. انا ما خصك اللي بغيت تجي الرحبه تجي مع 3 ديال الليل. كنشريو حنا ميقات جوج ديال الصباح هنا الجمعه. كتسخسخ شويه غتجمجم ما تنعس ما والو ما غاديش ترتاح. كاينه تمام. علاش كتبداو؟ بغيتي تسوق نهار السبت علاش كتبداو؟ الجمعه كيعمر السوق غير بالجمعه. مع جوج ديال النهار كيعمر الصاق. من تما وانت خدام كتشري كتمشي للدار كتصيفط البهيمه دابا من الكاميو، كاين الدري الصانع اللي كيسلخ وريق لك هذاك الشيء، كتمشي ترتاح الصباح كتجينا. اي الذباح تقاد كل شيء تكون هنا. صافي كتجينا. ومن غير السبت فين كتكون؟ دابا ها هو السبت سالا. السبت سالا كنمشيو لحد المذكوره. هي الاربعاء ديال الواد جرار، خميس ديال المديونه. دابا انتم متابعين السواق. السواق اسبوعيا. ديال السواق. ديال السواق. شنو هما الطريفات الزوينين اللي كاينين في الغنمي واللي كيمشيو بزاف؟ في الغلمي في البقري كاين القاطله كاين الملج كاين الكسف والعنقره هادو هما مزيانين عليهم الطلب ونفس الثمن نفس الثمن ماشي حنا بحال الحانوت كله كيبيع بثمنه ولا حنا عادي هذاك الشيء باقي الناس بحال زمان كيتكدا اللحم من السوق للسوق ضروري الا ما جاش للسوق شي حاجه ناقصه خاصو يشوي بحال شي دابا مول العود عنده شي عود كيدير الموسم ولا مرض هذاك النهار ديال الموسم ما مشاش كيمرض ضروري كيجي للسوق ضروري خصو يجي ضروري يجي للسوق ماشي زبائن اللي كتعقل عليهم ملي كنت انت باقي كاينه كيجيو كاين اللي مات مسكين كنعرفو مات كاين اللي كيجي ولادو كيقول لي انا مات انا واحد السيده كتقدا عندي وراجلها راجلها بوليسي راجلها كان يجي عندي كل السبت يتقدا عندي كفته اللحم مات راجلها الله يرحمه كتجي هي وليداتها كيتقداو هذه دابا ولفوا الماحل ولفوا الماحل ولفوا زوين تبارك الله على كذا شنو النصيحه اللي بغيت ننصح المواطن المغربي قبل ما يشري اللحم علاش خصو يلاحظ الجوده اللحم اللي كان صفر ما يشريش ديال البقرة يشري اللحم ابيض والكاليتي بحال هكا اللحم
كاليتي ملي جات شري لك شي الجوله. شري الجوله. تبارك الله عليك. الله يحفظك. مرحبا. اللي بغى يجي السبيت يجي عند خونا. مرحبا. من عندك 07 06 كتبة سعيد 59 54 82 07 لا 070 الاولى 07 06 59 54 82 82 تبارك الله عليك. الله يحفظك سي فاطمه الزهراء. اذا هذا هو الرقم الهاتف ديال خونا زهير اشهر قزار كاين سوق السبيت الجوده النقاء النزاهه المصداقيه الاثمنه مكتوبين. تنقول لك شكرا لك. الميزان هو قدام الناس. الميزان ما كاينش تفرتو تما لا والو كلشي قدام. عرفتوا شنو اللي كيدير الميزان؟ راه عنده اخطر حاجه بطبيعه الحال. الله سبحانه وتعالى عنده عقاب عسير عند الله. مشاهدي قناه شوف تي في من قلب سوق السبيت اشهر الاسواق الاسبوعيه بضواحي مدينه الدار البيضاء، كننصحكم انكم تجيو لهذا السوق تساراو تاكلوا الشوات تشربوا اتاي تجيو عند خونا زهير تقداو الحيمات اي حاجه بغيتوها تلقاوها هنا. وغنقول لكم من قلب سوق السبيت. حاجه ما عنديش وبغي ناخذها لي تاخذها لي. يبغى يشري الذبيحه، يبغى يشري كل شيء. لا الذبيحه نصيفطوا واحد من ياخذ الحاجه مزيانه حيت كاين اللي يدخل لك يلحاولي من السوق يلحاولي مريض يبيعوا ليه. بغى شي حاجه نصيفطوا في سبيل الله. تعرف انت تعاون في سبيل الله. بغى الكبده بغى الكوطليط بغى شي حاجه ناخذوها لي. تبارك الله. شحال دايره الكبده بالمناسبه؟ الكبده غالي شويه 140 درهم بوحده. ما شويه الاول 6 100 درهم حيت الفولات غاليين شويه دابا. 140 درهم كانت 120 دابا 140. مسكين ما يدوقش الكبده. مسكين الله يكون ليه في العون. ودابا الخضره هي غاليه على الدرويش. حنا دابا نبيعوا شرا النص ديالو تنقص عندنا هنا. ما بقاش لي قباله اللحم. دابا اللحم في كازا 100 درهم 90 درهم. تمام. هنا كنا نبيعوا حنا ب 80 درهم دابا 75 وما كاينش لي قبال كيما كان. بزاف على الدرويش. الله يهدي علينا الدولة. امين يا رب. طلبوا الله الله يهديها علينا. حنا دابا ساكنين في الدار البيضاء وكنضطروا نجيو للسبيت على اساس انه اللحم داير 90 درهم 100 درهم هنا هما مصابحين دايرين لي الطريبة 75 درهم. يعني ملائم شوية ماشي بهي 100 درهم. جو الزيارة تسالى شوية ومنها تقدا حتى الحيمات. من طبيعة الحال من طبيعة الحال وكتاخذ اللحم اللي بغيتي ماشي بحال مثلا دابا بحال مثلا دابا مشيتي للحانوت في الدار البيضاء يعطيك داكشي اللي بغا هو. اما هنا كتجي كتاخذ داكشي اللي بغيتي انت. بغيتي انت كتقول لي عبر ليا من هنا يعبر لك من هنا. هذا هو اللي كاين اختبار. دابا انت شنو جيتي تدي؟ جاي ناخذ شويه اللحم كندي ديال السيمانه ان شاء الله باذن الله. اشنو كتدي؟ شنو كندي؟ انا كندي الملج. الملج كديه كله ملج؟ كديه كله ملج. وتقريبا دابا المواطن المغربي شحال تكفيه ديال اللحم في السيمانه؟ انا كندي 4 كيلو 5 كيلو انا وجوج وليدات. كل مرة شوية ما يمكنش لك تاكل اللحم كل مرة. ما يمكنش ما يمكنش خصك خويتها شوية الدجاج شوية هذه كل مرة. دايرة اللحم بزاف عاوتاني راه مضر بالصحة. راه مضر من طبيعة الحال. كيدير لاكود كيدير بزاف ديال الكوليسترول كيدير بزاف. الواحد يحاول ياكلو على الأقل ولا على كثر جوج المرات في السيمانة. هادشي اللي كاين أختي فاطمة. ينوع ما بين الدجيجات ما بين الخضيرة. هادشي اللي كاين حنا كنجيو أسبوعيا للسوق ديال السبيت هنا كنديو الحيمات من هنا. والسوق بان لي تنظم على ما كان. كاين تنظيم زايد كاع زايدنا هذاك بالنسبة للتنظيم. في هذه السنة هذه ديال 2023 ما نقولش لك اختي فاطمة الزهراء كنت كتشوف الشوارع كيفاش دايرة حتى بالنسبة للفراشة في وسط الطريق ما بقاتش كاينة مراقبة راكم كي جيتوا على غفلة كاينة واحد المراقبة مراقبة صارمة لا من ناحية التنظيم لا من ناحية الطريفة لا من ناحية الجودة مراقبين داك الشيء الحمد لله كل شيء. تبارك الله عليك. الله يطول لي عمرك. تبارك الله عليك اخويا رضوان. إذا مشاهدي قناة شوف تي في غنقول لكم إلى اللقاء في بث مباشر آخر بإذن الله.